عليكم بتجريد الله تعالى بالتوحيد والتقى والبعد عن سبيل أهل الكفر والشقاء. ثم اعلموا أن التشبه بالكفار قد وقع بيننا في صور عديدة مما عليه المسلمون اليوم في أقوالهم وأفعالهم وعقائدهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن من عظيم أقوال أهل الكفر ما نطق به النصارى من زعمهم بأن الله تعالى له ولد، جل الله وتنزه الله وتعالى الله أن يكون له ولدا سبحانه. قول هذا قول قبيح، قول عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر له الجبال هدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا القول الإد والعقيدة الفاسدة والديانة المنحرفة يحتفل به النصارى في رأس كل سنة ميلادية، ويسمونه بعيد ميلاد المسيح، أي أن الله أنجب ولداً جل جلال الله الأحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. هذا هو عيد النصارى وما يسمونه بعيد الكريسمس. فكيف يجوز للمسلم أن يهني النصارى في يوم يزعمون فيه أن الله تعالى قد أنجب له مولود؟ بل كيف يكون في مشاركتهم في عيدهم وحضور احتفالاتهم؟ فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوه، ولا تهنئوا أحدا منهم بذلك اليوم، ولا تشاركوهم في أفراحهم لا برسالة معايدة ولا بهدية ولا بغير ذلك، بل ادعوهم للإسلام وبينوا لهم فساد هذا القول وقبح قائله وسوء عاقبته. إنما الله إله واحد سبحانه، أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.